تراجع الاوراق ديالو ويقول فين غادي بهذا الشعب؟ اش غادي نقول الله سبحانه وتعالى؟ وينوض يخدم مزيان ويتحاسب مع الشفرة والمفسدين ويديهم للحبس، واخا خص هو الاول اللي غيمشي للحبس. المغاربة، عاش الشعب، عاش الريف، وعاش الاحرار من طنجة للكويرة. كنت كنتفرج في واحد البث المباشر ديال باصيرو، طلعوا عليه الدم، طلعوا عليه الدم. دوك الناس اللي كيستافدوا من طربات المغرب، دوك الناس اللي جالسين و تيتخلصوا الدباب الالكتروني، ضرب الوسادة، ضرب التليفون بالوسادة. خاي باصيرو ما يطلع لكش الدم، ديما نضل وديما هما هذاك الشيء اللي بغاو. علاش هما كيديروا بالعاني هكاك؟ علاش؟ باش ما نهضروش، باش ما نفضحوش الشفارة. اشنو كيقولوا في التعليقات؟ عجبك الحال تفرج، ما عجبكش الحال سير تنعس. عطا الله ما تفرج في الفيسبوك واليوتيوب، سير عند الدوزيم، الاولى، الرابعه، الخامسه، الثامنه، التاسعه. علاش كتفرج فينا الا ما عجباتكش الهضره ديالنا؟ قال لك من الهضره ما تشري خضره. اشنو هو الحل؟ نمشي للشارع؟ المخزن كتير علينا، ما كتضامنوش. انت اللي كتقول سيروا للشارع، تقدر انت للشارع، تقدر تمشي للشارع. ها حنا مازال بعدا كنديروا البث المباشر وخدامين وتنبيعوا الحلوى والديطاي، وكنديروا البث المباشر وكنعاودوا القصه اللي وقعت علينا، وكنفضحوا الشفاره، وكنفضحوا المفسدين. وانت جاي كتكتب التعليقات الهضره ما تسري خضره، بيع الحلوى، بيع الزيت. باصيرو واش مشى ليه؟ باصيرو سعيد والمناضلين اللي في الخارج خدامين مزيان وتيتخلصوا وعندهم الماندا ومبرعين والطوموبيل والديور، الفلوس بالبركه، وتيدير البث المباشر وتيفضح الشفاره، لان الشعب المغربي محقور، لان كيعرف اشنو هو كيعاني الشعب المغربي، كيشوف بان الثروات ديال الشعب تسرقات، تنهبات، والظلم والحقره، الاساتذه كلاو العصا، المعطلين، المكفوفين، السبيطارات تسرق الدواء، تمشي الدواء ما كاينش اللي يداويك. الناس كدير البث المباشر وكتفضح الشفاره. الله على الله وعسى يتقي الله الشفاره في هذا الشعب، يتقي الله في هذا الشعب، ويخدموا مزيان ويخدموا نيشان. الله على الله وعسى يتفرجوا ويتفضحوا. كوشي يدير البث المباشر، وكوشي يقول الملك الشفار ما ربنا الملك تراجع الاوراق ديالو ويقول فين غادي بهذا الشعب؟ اش غادي نقول الله سبحانه وتعالى؟ وينوض يخدم مزيان ويتحاسب مع الشفره والمفسدين ويديهم للحبس، واخا خص هو الاول اللي غيمشي للحبس. يدي غا جوج ولا ثلاثه للحبس في البرلمانيين والوزراء باش يخافوا الاخرين. هذا الشيء اللي كنطلبوه في الفيسبوك، ماشي كنطلبوا في الفيسبوك زعما باش تجي نتا كتخلص مزيان والمخزن داير لك الماندا وعطاك شرا لك البيسي، ومقابل الناس اللي كتهضر على حقها وكتهضر على الظلم اللي كيعيشو الشعب المغربي. ماشي غير انا، الدراري الصغار كراو العصا في الحبس، السبيطار ما كاينش اللي داويك، الدواء تسرق، الطبيب اللي خدام مزيان كيجريو عليه كيخليو غا الشفار اللي يسرق معاهم الدواء.
المحكمة الإجرام الكبير. فين ما مشيت الظلم الحقرة، فين ما مشيت الظلم؟ حتى الرياضة، الرياضة كرة القدم، كرة القدم ولاو دخلوا فيها السياسة، دخلت فيها الرشوة، كيعطيو الرشوة للاربيط باش ينجح فرقة ويسقط فرقة. الناس اللي صحاب العدائين اللي تيجريو الماراثون كيعطيو الوسامات للشيخات والناس اللي جرى وقتل الروح ديالو بالرياضة والتهلك وجاب الميدالية وما كيعطيوه حتى حاجة، وليدات الأغنية وشطحات الموازين كياخدو الفلوس، ومش حال من عداء ساكن في الطواليط. الرياضة 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 عباد الله خصهم يمشيو قدام البرلمان يحتجوا الحقوق ديالهم مشات. شكون اللي مستفد؟ الصحافة اللي كيعطيوهم الفلوس باش ما ينشروش، والبرلمانيين والوزراء والملك والعصابة ديالو. هادشي اللي مستفد. قول لي شي واحد ما كيحتجش في المغرب، فين ما مشيتي الاحتجاجات؟ بدا من الدراري الصغار وطلع، حتى العسكر اللي دافعوا على الصحراء وتفرقوا مع ولادهم 40 سنة منهم با. يلا قول لي اين بلاصة ما فيهاش الاحتجاج؟ المغرب كامل الاساتذة اللي تيقريو ولادهم عباد الله باغي يديروا لهم الكونترا فحال اللي خدام مع الشركة ديال حاجكم ديال الزبل. يلا شوي يديروا للبوليس الكونترا، شوي يديروا للمقدمين الكونترا. كيقولوا لك جمعوا راسكم خوي والبلاد، المغرب ماشي ديالكم، تباع. قربوا يديروا بلاغه صاحبي في التلفازه في الاذاعه ديال الدوزيام اذاعه ديال الصفاره، غيديروا في الخطبه البلاغ بان المغاربه اللي عندهم اكس فلاكارت خص يخويو المغرب، راه ما بقاش ديالهم صافي، ما قديش كتسال والو. هذا الشيء اللي بقى اليوم المعلمين عباد الله. واش دابا كيفاش دير انت تقري ولدك؟ يلا مني غادي تقرا اش غادي تولي؟ غتولي طبيب الا خدمتي مزيان يجريو عليك، غتولي معلم تخدم بالكونترا الا تسالات الكونترا تمشي تحفر البيار، تحفر البيار ولا تسرح النعاج، ما تعرف دير حتى حاجه. يلا دابا الاستاذ اش يدير؟ الاستاذ تمشي تصبر عند عباد الله باش تعيش ولادها اللي قاطعين عليهم المنضات وقرات تحفات؟ واش بغيتي ديروا للناس الكونترا يخدموا بالكونترا؟ خصك تشريو لهم الكتوبه وتوكلوهم وتشربوهم باش الى وصلوا قراو ودير لهم الكونترا بان انت اللي دعمتيهم في القرايه. واش الناس عباد الله بكري تخدم مسكين حتى كيحفى باه مسكين بالبالا والفاس وكيشري الكتوبه لولدو تيبقى بالجوع باش يقري ولدو، وفي الاخر فاش قرا الدوله بغات دير ليه الكونترا. فاش ناضو كيحتجو كيجيو المخازنيه اللي ما قاريين حتى زفته، اللي في من الزرواطه كيعطيه العصا ببروت كان. هو قول لي دابا فين غادي هاد المغرب؟ ياك شحال هادي كنقول لكم مازال هادي غير البدايه، هادي غير البدايه، راه باقي ما شتو والو، هادي غير البدايه، اقسم بالله العظيم ان هادي غير البدايه. هادي غير البدايه، شتي المغرب؟ هادي غير البدايه، مازال ما شتو والو، مازال ما شتو والو. انا اللي كنقولها لكم، وانا اللي كنت مع الناس اللي في القصر مع الملك وتنسمع اش تايقولوا في 2009 2008 2009 2008 2006 2005 2004 2003 وانا مع الناس اللي في القصر في القهوه كنسربي القهوه، انا كنت كاري القهوه كنسربي للناس القهوه وكنخدم في القهوه وكاري القهوه من ولاد برقيه اللي خوهم في القصر، وكنسمع ولاد برقيه اش كيقولوا. ورا المغرب اتباع، والمغرب اتباع شراتو فرنسا، وماشي غير المغرب، الدول الافريقيه كامله اكثر يا مازال الدول الافريقيه، واخا الجوع داك الشيء راه ما تيبيعوش، والمغرب كلشي اتباع. قول لي شي حاجه كيملكوها المغاربه، والبالكو البالكو تتخلص عليه الضريبه، والبارابورات البارابورات راه واحد الوقت في البرلمان بغاو يخلصوا على البارابور، ومازال واحد الوقت غيديروا لنا واحد الكاميرا هنا، ها غيديروا لنا واحد الكاميرا هنا وتلصقها هنا. الا شدوك البوليس ما عندكش هذيك الكاميرا هنا تمشي للحبس، مش حال ديال الهوا
سميتي تخلص عليه، شتي هاد الهوى ديال سيدي ربي غادي يمشاو غادي يخلصوا عليه المغاربه. عقل فين قلتها لكم؟ وعقل فين قلتها لكم؟ هانتوما غاديين هانتوما تتشوفوا. كوشي داه كما قال واحد السيد البارح، كوشي داه الملك لفرنسا، العمران، الفوسفات، الذهب، الزنق، الحوت، القصدير، العواد، الشجر، الغابات، الشنطيات، لوتورد، كلشي داو، ما بقى لينا حتى حاجه. هاد الفيسبوك هذا راه شادينو تيقطعوا لينا، كتمشي كتقول له كيقطعوا لك ويحيدوا لك ويقطعوا لك. مني طلعت للريزو اقسم بالله العظيم والقبله وسيدي ربي اللي خلقني، مني طلعت للريزو دوزت فيه 20 يوم، اتصالات المغرب قطعت عليا الخط باش ما يهضروش الناس معايا من الخارج. كلشي ديالهم، كلشي كنخلصوا عليه. هاد الضو، الضو شتي هاد الضو تنخلصوا عليه، شتي التلفازه الدوزيم، شتي الدوزيم تنخلصوها مع هاد الورقة ديال الضو، الإيداع ديال الشفرة تنخلصوها. اش كتورينا الدوزيم؟ الشطيح والرديح، الاحتجاجات في الحسيمة هي كتورينا الاحتجاجات في فنزويلا، الاحتجاجات الأساتذة تياكلوا العصا في مكنس في الرباط وفي مكنس الإذاعة ديالنا، وهي كتورينا الجزائر، راه الجزائر كيطلبوا كيديروها والأساتذة اللي تياكلوا، علاش ما كيدوزوهمش في التلفازة؟ شوف نقول لكم المغرب قلت لكم تباع، ومازال غابيناتنا غابيناتنا شي كيسب شي واحد، كيقول لك صدعتينا ديما كتعاود لي هاد الهضره. واش بغيتي نعاود لك؟ انا نقول لك الملك ديال السعوديه شفار، انا نقول لك الملك ديال الاردن شفار، انا نقول لك ديال الصبنيون مات، كنقول لك الحال القصه اللي عشتها. راه شتي انا براسي كون ما تظلمت ما غادي قلت انا شي واحد مظلوم غادي نسبو غادي نعيرو. ونقول لكم الحقيقه راه ما تنكذبش، وراه شتي انا بكري قبل ما يظلموني ولا تبرقيا وعرفان، كنت كنشوف الناس كيحتجوا في البرلمان كنضحك عليهم. اش تيخربقوا هذوك اللي كيحتجوا؟ شكون غيعطيهم رزقهم؟ سير تخدم على راسك انت، داير اللافته وكدور بها في الرباط. كنت انا كنت كنضحك عليهم، كنت انا شتي انا كنت انا الى عيرتي الملك ندبز معاك، ماشي غير نقول لك في الفيسبوك ما تقيش الملك ولا كنت غندابز معاك. ما تقيش الملك، عير ليا مالي ندارنا وعير ليا الوالدين ديالي، ما نهدرش معاك، تعير الملك نقجك. وريني قبل ما نعرف المشكل، وانت اللي كتعيرني دابا تجي واحد الوقت. شتي في الرباط كانوا المعطلين كنضحك عليهم، شويه جيت انا التفلت داير اللافته ومحتج 5 سنين وطلعت للريزو، المعلمين والاساتذه كيضحكوا عليا. ها هما دابا عاوتاني كيحتجوا، عاوتاني تلقى شي وحدين المخزنين شتي هذوك المخزنيه اللي كيضربوهم، مازال تجي واحد الوقت غتلقاهم قدام البرلمان كيحتجوا. ياك دابا تيضربوا المعطل، تيضربوا المعلمين كيضربوهم، دابا تجي واحد الوقت المخزنيه حتى هما يحتجوا. لحقاش المغرب تباع؟ علاش دابا في النظريه ديالكم دخلنا عليكم بالله النظريه ديالكم المغار المغرب 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 المالك تيكثروا المخزن، المخازنيه السيميل البوليس وكيكثروا فيهم، علاش؟ العسكر ابلي، علاش كيكثروا؟ كصحابك راه كيكثروا المخزن زعما راه على التشرميل ولا على التعدو. وقت البنادم وسير المحكمه دير فلوس والله لا تشديتي، وسرق 22 مليار ولا سرق 60 مليار وسرق هادي والله لا تشديتي في المحكمه، غا الفلوس. وراه كيكثروا المخزن غا علينا الا مشيتي تحتج العصا، اما باش يكثروا المخزن والقضاء وهادي باش الا مشيتي احتجتي وطلبتي حقك يعطيوه لك، لا واخا يمشي لك حقك والله لا شديتيه. الزرواطه وها هي بانت لكم في الاساتذه. دابا 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 جاوبوني، تا الاساتذه انفصاليين، قولوا قولوا الاساتذه راه الجزائر هي اللي مولاتهم، علاش ما كتقولوش اصاحبي؟ يا حرام عليكم اصاحبي، حشومة عليكم، النفاق هذا اصاحبي. الاساتذة الانفصاليين وما هزمش الراية الوطنية صاحبي، وكيديروا الفوضى كيديروا البلبلة هاد الاساتذة هادو، الاساتذة كيديروا البلبلة صاحبي، انفصال بغاو يزعزعوا المغرب، الاستقرار المغرب، علاش يحتجوا؟ علاش؟ اش خاصهم؟ يلا علاش ما تقولوش هاكم؟ اللي مشى يحتج انفصالي، ودابا تجيو نوبتكم. وفاش كان
طلعوا لي الدميه تيقول لك ونهار كانوا ديال الحسيمه كيحتجوا على اسم ناضوش المعلمين، وغا سكت صاحبي لا عاونهم. لقيتي ما تقول لهم تحي لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، كتبها ما لقيتي السكت بلا ما تقول هذا علاش ناضوا هذا، وراه هذا هو المغرب، والمغرب الصفاره فرقونا، وما عمر غنتجمعوا ما عمر غنتفقوا على حنا في المغرب. على حقاش تقولبنا نهار الاول؟ جدودنا تقولبوا فاش خرجوا فرنسا، جدودنا تقولبوا فاش خرجوا فرنسا، وفرنسا باقي تتنتقم منا. شوفوا غا اقليم زمور والريف والبلايص اللي طحنوا فرنسا، واش كاين شي شركات وشي خدمه من اللي هي القرار منو